Thank you.
Thank you.
Thank you.
بالنسبة لنتيجة المقابلة عن 23 دقيقة لعب 9-9 بالتعادل ما بين الفريقين. مازال 5 دقائق على انتهاء الشوط الأول. نتيجة المقابلة 10 لصالح الترجي، 9 لصالح الباعث الرياضي بابن خيار.
نتيجة المقابلة في الشوط الأول قبل 3 دقائق من الانتهاء 11 لصالح الترجي الرياضي 9 لصالح البعث الرياضي بابن خيار. دقيقة من انتهاء الشوط الأول نتيجة المقابلة 12 هدف لصالح الترجي الرياضي 9 أهداف لصالح البعث الرياضي بابن خيار. انتهاء الشوط الأول لصالح الترجي الرياضي 13 هدف مقابل 10. Thank you.
انطلاق الشوط الثاني بفارق 4 أهداف لصالح الترجي الرياضي. زوز دقائق و30 ثانية بالنسبة لتسجيل المقابلة 15 لصالح الترجي 11 لصالح البعث الرياضي بابن خياء. خمسة اثناش لصالح الترجي الرياضي للمقابلة، تقريبا قاعدة تمشي في مردود ممتاز جدا لصالح الفريقين. نتيجة المقابلة 15-12 لصالح الترجي مع 2 مينوت بالنسبة للفريق الترجي الرياضي. نتيجة المقابلة في الخمسة دقائق الأولى فارق 4 أهداف لصالح الترجي 16-12.
نتيجة المقابلة في 7 دقائق لعب الشوط الثاني 18 لصالح الترجي 12 لصالح البعث الرياضي بابن خيار، اللي تعتبر تقريبا بداية متعثرة في الشوط الثاني. إن شاء الله البعث الرياضي بابن خيار يتدارك ذلك. رغم انه البدايه متعثره لصالح البعث الرياضي، لكن الحارس بصراحه قاعد يقوم بمجهود كبير برشا. ان شاء الله خط الهجوم هو اللي يحاول يتدارك الموقف ويسجل اكثر ما يمكن من الاهداف. فريق الترجي قاعد تقريبا يستغل في الدقائق الاولى متاع الشوط الثاني بحكم البعث الرياضي يعتبر مازال ما دخلش في المقابله، هو اللي زاد عمق الفارق لصالح الترجي. ان شاء الله يداركوا الموقف هذا.
فارق 6 أهداف 21-15 لصالح الترجي مع 12 دقيقة لعب في الشوط الثاني، وعندنا كذلك 2 مينوت بالنسبة للبعث الرياضي بابن خيار. بالنسبة للتوقيت للشوط الثاني عندنا 13 دقيقة لعب، النتيجة المقابلة 21-15 لصالح الترجي الرياضي. بالنسبة للتوقيت عندنا 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني، نتيجة المقابلة 22 لصالح الترجي، 15 هدف لصالح البعث الرياضي بابن خيار. بالنسبة لنتيجة المقابلة والتوقيت عندنا 15 دقيقة 28 ثانية بالنسبة للتوقيت، 23 لصالح الترجي، 15 هدف لصالح البعث الرياضي بابن خيار. بالنسبة للتوقيت ونتيجة المقابلة 16 دقيقة 16 ثانية، نتيجة المقابلة 24 مقابل 15 لصالح الترجي الرياضي. شنو هو؟ يا ما تكلموش.
بالنسبة للتوقيت ونتيجة المقابلة 13 دقيقة 32 ثانية 25 صالح الترجي الرياضي 15 نقطة لصالح البعث الرياضي بابن خيار مع عندنا ديمونيت بالنسبة للترجي وديمونيت بالنسبة للبعث الرياضي إن شاء الله باش سيبون شافة الجوار يعني تو بالنسبة للتوقيت والنتيجة المقابلة 20 دقيقة 46 ثانية نتيجة المقابلة 25 صالح الترجي الرياضي 17 صالح البعث الرياضي بابن خيار Thank you.
27 لصالح الترجي الرياضي، 17 هدف لصالح البعث الرياضي بابن خيار في 21 دقيقة 53 ثانية، مع نقص اللاعب البعث الرياضي بحكم الدقيقتين. بالنسبة للتوقيت ونتيجة المقابلة 23 دقيقة 4 ثواني في شوطها الثاني، 28 صالح الترجي، 17 هدف لصالح البعث الرياضي بابن خيار. التوقيت ونتيجة المقابلة 24 دقيقة 21 ثانية، نتيجة المقابلة 29 صالح الترجي الرياضي، 17 هدف لصالح البعث الرياضي بابن خيار. Thank you.
بالنسبة للنتيجة والتوقيت عندنا 28 دقيقة نتيجة المقابلة 32 لصالح الترجي، 19 هدف لصالح الملعب. الباعث الرياضي بابن خيار.